إله إلا الله شلوا كل شيء، لا إله إلا الله نهبوا كل شيء، لا إله إلا الله ما عد بقوا لنا شيء، لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء. يا أبا لهب نعم يا أبا الحكم، بطنك بتديك؟ لا إنه القهر على ما نحن فيه. يا ليت شعري، حكمنا قرونا وفي الأخير للنار. متى ستقوم القيامة؟ متى لا أدري، متى يا كرام الحي؟ متى يا كرام؟ أوه لقد ما زال مؤثرا فيك الخمر. وما الضرر في ذلك؟ إنك كنت تستخدم أنواعا جيدة من الخمور. أتذكر يوم شربتك بيبس وقلت لك إنه خمر وأنت سكرت يا كرام؟ خبر مفرح، خبر مفرح للقوم. اهدى يا مفرح. أمية اهدى، خبر مفرح. الديدان تأكلنا وتحرك بعض الآخرين. اصمت، لقد أطلقوا صاروخا على مكة. ما هو الصاروخ؟ لا أعرف ما هو الصاروخ، لكنه يحدث قتلا ودمارا هائلا. ماذا تتكلمون؟ لا تدشأن لك بذلك. إلى مكة أحفاد أبو لهب. كيف أحفاد أبو لهب؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ يدعون الحوثيين. أهدأ. لماذا تقول أحفاد أبو لهب؟ ماذا يسمون أنفسهم؟ الحوثيون. ماذا تقولون؟ لا شأن لك. إنه يستمع. من اللي أسمعكم؟ لقد أكل الديدان أذاوني. أخبر. الدود أكل أذانك يا عمار. أخبر. أخبره بالخبر. ألا تعلم؟ هذه بشارة خير. قل ماذا؟ ماذا؟ إني لا أسمع. أتعرف مكة؟ أنا أبو لهب السجال. الذي حاربنا محمد عليها؟ نعم. الآن تضرب بالصواريخ. يا هبل يا هبل. والله أعلى هبل. هل نسيت صرختنا أيها الأبلة؟ الصنجة ضرتني يا ولدي. وماذا تعرف عن الصاروخ يا تنحل باري؟ ما هو الصاروخ؟ ما هو الصاروخ؟ شيء ينفجر. أعلى هبل. ماذا ينفجر؟ ماذا يعني؟ بطنه بتوجع. ماذا يعني ينفجر؟ ينفجر أي يحدث خرابا ودمارا ويقتل في الأنفس والأرواح وصوت. ومن الذي أطلق هذا؟ لن تصدق. من؟ ناس يدعون أنهم مسلمون وأنهم من سلالة محمد. من جماعتنا ومن أبنائنا. أبا لهب اشتغل من آل البيت. نعم. يريدون أن يدمروا مكة. والله إنهم ليسوا أبناء محمد، فإن محمد لم يكن له ولد، وكنا نقول له إنه أبتر، أي أنه مقطوع النسل. إذن من هم؟ أنهم من أبنائي أنا. أنهم من أبنائي. وهل تعلم ماذا قال لي؟ ماذا قال؟ لقد قال لي كلاما لن تصدقه. لا تخبر. أسألك بالله أن تقول لي. يقولون أن الفرس. أسألك بالله اعذرني. أنهم هم الذين يدعمهم الفرس. الفرس يدعمونهم على أساس أنهم مسلمون. أعلى هبل هذا. وماذا يصنعون؟ لا تكن تقول أعلى هبل. أماذا أعلمه؟ قل بعد مش هبل يا حمار. لقد قتل. أعلو القبر. ما أقول أعلو سبحان. أعلو ولا شيء. أعلو الحوثي. أخبرني ببعض أعمالهم حتى أستفشر. سأقول لقد أخبرني هذا الدردمان المشؤوم هذا. أترى هذا؟ ما بك؟ الطعن حق يوم بدر. من قتلك؟ لا أعلم من ذاك الغلام. ربعي بن عامر. حرام أنه قطعه. من قتلك أنا؟ قتل من نفسه.
قتل نفسه وهرب. أتعلم ماذا؟ أدخل الفرحة إلى قلبي وأخبروني ماذا كان يصنع أبنائي من الحوثيين؟ يفجرون مساجد الله. جرائم تصدق؟ يفجرون المساجد. يفجرون المساجد. يقتلون الأبرياء. أقسم لكم باللات والعزى إن جسمي قشبب. قشبب؟ نعم. ما معنى قشبب؟ إننا لم كنا نتجرأ على هدم المساجد في قريش، فكيف يهدم؟ يا الله، لقد بيضوا بوجوهنا ونحن في قبورنا. أتعلم ما هو شعارهم؟ نعم، الموت لكريفي كيكي. ما أدري، لا أعلم. أمريكا أي النصارى. وهل قتلوا النصارى؟ لا، قتلوا أصحابهم النصارى. المسلمون جميعا إنهم ويقولون نموت ونحن في غاية السعادة. الموت لماذا؟ لإسرائيل، أي لبنو إسرائيل. نعم. ومن يقتلون؟ نعم، بنو حشيش. وبنو حشيش مسلمين؟ نعم. ألا تشعر بالفخر؟ إنني أشعر بالفخر كما قال الشاعر: من مات ما خلف. وماذا يختمون صرخته؟ ستضحكون ضحك المرقة السنجورة. ماذا يقول؟ ستضحك ضحكة الهسهسة المنشوشة. يقولون في الأخير: النصر للإسلام. وقد دمروا الإسلام بعد كل هذه الجرائم. أقسم لكم بالله والعزة أنهم من نسلي وليسوا من نسل محمد. يحق لك أن تفرح وأن تنام بسلام. شكرا لك. ما اسم زعيمهم؟ اسم زعيمهم يقال أنه حسين أو عبد الملك. لقد رأيته المرة الأولى وهو يعذب. إننا بانتظاركم في جهنم. بانتظاركم يا أبا لحم. والله أنهم سيدخلون في نار أقوى من نارنا. يا أبا لحم، لم نفعل ولا ربع ما فعلوا. يا أبا لحم، يا أبا لحم. ها، أريد أن نحفظ صرختهم. نرددها. نعم، يلا انهض. ماذا أقول؟ الموت لأمريكا. لا، هل هناك حركة معينة نقوم بها؟ يجب أن اليد نشجبها كذا، نرفس بها كذا كذا كذا. يلا، الموت لأمريكا كذا. أيوة يا حشرة. نعم، اعذره، الديدان لقد زادت علي. أنا أكفر منك يا قلب. أنت أكفر الكافرين. أيوة، أنا أكفر منك وألعن اللاحل. أنا أكفر. إذن لعنة الله على من جمعنا. الكفر من جمعنا يا حمار. أقول يقال الله أكبر. الله أكبر. لا تقولها. الله لا شأن لنا بها، لأنها ليست الموت لأمريكا. الموت لأمريكا. ثم الموت لإسرائيل. الموت لإسرائيل، أي لبني قريظة. أيوة. ثم اللعنة على اليهود. ثم النصر الإسلام. أحفظتها؟ نعم. الموت لبني قريظة. تمام. الموت لبني الأصفر. الموت لبني قريظة. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. هكذا أموت وأنا مرتاح. إلى جهنم هيا بنا. ماذا تقول؟ الديدان خربوا أذاوني. سنموت. الموت لبني الأصفر. الموت لبني قريظة. الموت لبني الأصفر. الموت لبني قريظة. النصر لبني الجنة. عن إذنكم سألغمس قضية في النار. تعال تعال نرقص ركسة. الموت لبني الأصفر. الموت قريظة. لعنة الله على من جمعنا. تعبت. فلنموت. أهلا بكم، عدنا إليكم في من سيربح المليون المتسابق. الحسين، الحمد لله، يرحمك الله يا حسين. المتسابق علي أكبر مهرجاني الآن وصل إلى السؤال السادس. نعم، وهو جاهز؟ جاهز، ونصف وثلث وربع. عزيزي علي، السؤال يقول: متى قامت الحرب العالمية الأولى؟ الخيارات 1914. الخيارات بدون خيارات 1914. تصفيقة. السؤال السابع، جاهز؟ جاهز. السؤال يقول: متى تأسست دولة إسرائيل؟ 14 مايو 1948. لو أنت على ريال
أنت نابغة. أنت متأكد؟ لا تسألني أنت متأكد. إجابة نهائية؟ إجابة أخيرة؟ أنا متأكد. لديك أربع خيارات. هذا هو الخيار الصح. السؤال الذي يلي: صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة. كلهم صحيحة. صحيحة. يا شباب كلهم صحيحة. السؤال التالي: من هو أول رئيس لإسرائيل؟ حاييم وازرمان. لمن الخيارات؟ الخيارات لك أنت وأصحابك. أنا خلاص هذا الحاجة ما عاد تهمني ولا عدنا فيها. أنت موسوعة. خير لك خير. أنا خلاص انتهى موضوع الخيارات بالنسبة إلي. الدليل سؤال عسير. أنا تعبت من أول ما دخلت هنا وكلها أسئلة. ها ها سنأتي ها. سنأتي إلى الأسئلة. تفضل. الإجابة صحيحة. السؤال التالي وهو التاسع: من هو أول رئيس أمريكي؟ جورج واشنطن. هذه بلدي. جورج واشنطن. بلدك أمريكا؟ بلدي. كل هذه الأسئلة بلدي. ها بلد. أي أنني أعرف كل شيء عنها. إسرائيل وأمريكا كأنها بلدي. نعم. السؤال التالي يقول: أجاوب قبل السؤال؟ لا لا لا، إذا حبيت أن أجاوب قبل السؤال سأجاوب. ستسألني متى تأسس حزب الله؟ صح؟ معروف. ما هو السؤال؟ السؤال يقول: كم عدد الدول العربية؟ الخيارات أربعة خيارات. ما له تغير لونه. الدول العربية. كم عدد الدول العربية؟ اليمن. لا لا لا، تكمل الحلقة وأنت ما وصلت عند ال أربع خيارات. أنا سأساعدك. تمام. هو يتكون من حرفين اثنين جنبا اثنين. سؤال بسيط: هل هي 43 76 22 11 دولة؟ اثنين جنبا اثنين. اثنين جنبا 22. صفقة. الإجابة صحيحة. أنا أريد أن أسأل سؤال: لماذا أنت لا تقول وحصلت على مبلغ كذا كذا؟ الآن كم على مبلغ في كل سؤال يحصل المتسابق على مبلغ؟ سنكشف لك كم رصيدك. كم الآن رصيدك؟ 50. 50,000. 50,000. 50 ريال. رصيدك 50 ريال. معك لماذا؟ معك من ريالين فوق ومعك السؤال. السؤال من كم؟ من ريالي. لماذا؟ السؤال الرابع معك ب 16 ريال. متى تأسست بالريال؟ برال بريالين. رئيس إسرائيل بريالين. كله بريالي. وعلى إسرائيل وأمريكا بريالين. بريالي. تريد الملايين؟ أريد أبو 500,000، أبو 800,000. لماذا؟ الآن نبقى. لماذا ضاع الوقت؟ لماذا؟ أسئلة الملايين. أين قرداح الذي هو ها؟ أسئلة الملايين. جاهز؟ جاهز. سؤال الملايين. السؤال هذا لكن بسط، لا تكونوا تدخلوا فيه. سؤال بسيط كالأسابيع. عدد الذرات الهيدروجين. هذا لا. مستعد؟ مستعد. السؤال يقول: من هي أم المؤمنين؟ أكيد هذا ما تحتاج خيارة. بدون خيارة. من أسهل الأسئلة. السؤال مرة أخرى: من هي؟ ما لك بطني. سؤال بطني مغصبني. لا تبكي، سنساعدك سأساعدك. من هي أم المؤمنين وبداية اسمها بحرف العين؟ بحرف العين يا عيوان. خيارات. نأتي بالخيارات. الخيار الأول: هل هي عائشة بنت أبي بكر؟ الخيار الثاني: هل هي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخيار الثالث: هل هي فاطمة الزهراء؟ الخيار الرابع: هل هي سودة بنت زمعة؟ الإجابة لك. أحذف إجابتين. سؤال بسيط. أحذف إجابة. نقول للكمبيوتر يحذف إجابتين. من هي أم المؤمنين
قل يا الله خارجنا، كلم الكمبيوتر يحذف إجابتين. السؤال سهل يا أخي، أشتق تعال مكاني وجاوب. نحذف إجابتين، ماذا حصل؟ بقي عائشة بنت أبي بكر وفاطمة الزهراء. إجابة واضحة، واضحة جدا. هذا السؤال ب500,000. فكر. رأي الجمهور، رأي الجمهور. لديك ثلاث وسائل التصفيق. رأي الجمهور. جمهور استعدوا وساعدوا المتسابق علي أكبر مهرجاني. السؤال يقول: من هي أم المؤمنين؟ سؤال بسيط جدا. أنا داري، أنا داري له بصوت. رحنا جو. انتهى. أجاب الجمهور بنسبة 100% عائشة رضي الله عنها. لكن الجمهور قد يخطئ. صح؟ في أي شيء يخطئ؟ قد يخطئ الجمهور، وهذا ما لا يحمد عقباه. الجمهور هؤلاء كلهم أجابوا وسهلوا لك الطريقة، عائشة رضي الله عنها. أجب بنسبة كم؟ 100%. قد يخطئ الجمهور، ماذا لو ذا؟ هل هناك خيارات أخرى لتبديل السؤال؟ لا يوجد خيارات. تبديل سؤال، نبدل السؤال. بدل هذا السؤال، هذا بيدخلنا. دولة في الشرق الأوسط فيها أكبر جالية يهودية بما يعادل 45,000 يهودي و 75,000 مسيحي. يا وعد الجن. هذه سؤالين معك بمليون، 500,000 في 500,000. ممكن نرجع للسؤال الأول. عائشة رضي الله عنها. عائشة، والله أنها أم المؤمنين عائشة. نرجع للسؤال الأول. نظام المسابقة، لا نعود للسؤال السابق. أنا أفدى روحك. لن تعود للسؤال السابق. الله يا التغى. الله الله يا الله. لماذا لم تتكلم من أول؟ عائشة، والله أنها عائشة. لماذا لم تقل من أول والجمهور ساعدها وأرضاها ورضي الله عن أباها أبي بكر؟ عشان المليون. عشان كم كان ينفع؟ لا لا، رجع للسؤال. أجب على السؤال التالي. دولة في الشرق الأوسط فيها أكبر جالية يهودية بما يعادل 45,000 يهودي و 75,000 مسيحي. بقي لك وسيلة مساعدة واحدة، وهي اتصال بصديق. اتصل بصديق. اتصلوا بصديق الأخ علي. نسينا الخيارات، وروني الخيارات. يمكن اني استعن بصديق. الخيارات، استعن بصديق. والله انت ضيعت سؤال مهم. استعن بصديق. نتصل بالاخ يوسف. الو مرحبا. الو مرحبا. الاستاذ يوسف، اهلا. اهلا اهلا وسهلا بك. لدينا صديقك المقرب علي أكبر مهرجاني في مسابقة من سيربح المليون. من؟ علي أكبر مهرجاني. الله. معك أستاذ علي. لي منه فترة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ علي. حياك حياك يا الله. الله. الوقت يا أستاذ علي. الوقت الوقت. من من من؟ كم الوقت معنا؟ معك ساعة 13 ساعة. خذوا. من من من؟ خذ راحتك. 13 ساعة. الله لا يوفقكم ولا يضر عليكم بركة. توكل. علي من؟ علي أكبر مهرجاني. يا أستاذ. ما أعرفوش ذا. يا أستاذ علي، أنا أعرفك أنا، وقالوا أنك عندك يعني قدرة على الاستيعاب المعلومات. أيوه. السؤال ب500,000 يقول، وإن شاء الله سيكون لك نسبة. من هي الدولة؟ إيران. 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 لحظة لحظة. لحظة. الله لا وفقكم ولا أضرع لكم برقة. من هي الدولة؟ ما لقيت لك والله أنها إيران. أي سؤال طيب؟ ما عرفك؟ أكبر دولة في الشرق الأوسط فيها جالية يهودية. إيران. الوقت. يعني أنت في برنامج من سيربح المليون. نعم أنا في برنامج من سيربح المليون. والدولة سؤال عائشة. ها؟ السؤال قبل حق عائشة رضي الله عنها. أيوة. الوقت الوقت. انت الوقت. كيف انت الوقت؟ انت قلت 13. 13 في مدة الاتصال. انتهى الوقت. الإجابة. لحظة. انتهى الوقت. إيران. انتهى الوقت. إيران. انتهى الوقت.
ايش انتهى الوقت؟ امشي يلا جاوبت على المتسابق التالي. ايران المتسابق التالي. ايران امشي ما انا لا معك 50 ريال. لن اتزحزح الا بالاسئله. 50 ريال لن اتزحزح. معك انتهى البرنامج. نشكركم مشاهدينا. لا نشكركم هناك باقي حصل المتسابق على 50 ريال. 50 حق ايش؟ اخرج انت. انا ساظل هنا لما يجي المذيع الثاني جرجور داحي. انا اشتي جرجور داحي. لا اجلس هنا حتى ياتي جرجور داحي. جرجور داحي برج در داحي. لا تعرف اسم ام المؤمنين عائشه؟ لا والله اني عائشه بنت ابي بكر. انا قد كلمتك المره الاولى. أصحاب صنعاء قولوا لي من كم التيزل من كم قد الدبا البترول هي والغاز هم طلعوه طلعا ولا نزلوه منزل وعد ما الكل لا عد غز ولا عد قاس أمان هين الذي صفق وذي طبل مبروك يهنا له التطوير وال نقص علي عيشاتي نزز دمي نزال يا ليلة دنيا يا الله لا تفنى دخل يطاهر مع الحوثي بغير صندل وبعضهم جاوه شيبه على العكاز حاولت حاولت واضح ويش ذي يحصل ما زاد سمعنا اش لا فايز ولا يرحل ضروري علي باس انتوا يرحل الليل والصبح جنب اذني تقول خزاز الحين بضنع شيب يدور ولا حصل ممتاز في حقي طايع والديه ممتاز يا ليلة دنيا دنيا الله ترى طبنا 400 ما يجوز ما بقدر اتحمل لا ما هي 12 مدري كيف نمه جاز حتى الذي كان يقلد عن تراه بطل ما عد ولا نخس لو زاد نكز نكاز هو داري انه عايه دع ضرب بالصمل رجع دجاجة وعندي كان يقلد باز ايامنا كان بطول الصوت يتبلبل واليوم طفوه لا صامت ولا هزاز يا ليلة دنيا دنيا الله تراقبنا يا كم هرج قال أبو جبريل بايفعل وبايرخص ويبان ارتاح لا قد فاز وسوف يبني لنا حاضر ومستقبل ويبلط القاع كله بالرخام ولا الاقتصاد يرتفع ويدبروا لحل ويوفرون الحليب والسمن ذي نعتاد للحين أكثر من الثلثين يتسول والثلث الآخر ينبز عيشته نبا يا ليلة دنيا دنيا الله تراقبنا لعد حليب يشرب ومنه ولا من العن حلب وهبه بدون ابزاز قد المدرس تحول مقوتي يخبل والجامعي بنشاري باللي والقفاز عميد دكتوري جاء ترتيبها الاول تراه ذا الحين عاطل يشتغل خباز هل قد صحيت يا مواطن من شاشة التلفاز تشوف كم شعبانا في كل يوم يقتل عساك تفهم وفي صف الوطن تنحاز قاوم عمامات فارس قبل ما تحتل أرض اليمن مثل ما استولت عالم
اللي خايف من البهرار والقزاز، هذه نصيحة وبعد من عقل يعقل. تعبت نخازي كم جهدي لكم نخاز. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومفراغة أيوة والله انها غاغة غاغة ومفراغة أيوة والله انها غاغة غاغة ومفراغة. لا عاد نظام يمشي ولا قانون، العدل ضايع والقضاء معجون. لا عاد نظام يمشي ولا قانون، أيوة أيوة والعدل ضايع والقضاء معجون. أيوة والأمن ما مش كل شي من دون، بفضل الحوثي المجنون. غاغا غاغا لا علم لا تعليم قد المدارس، مبنى بلا طلاب بدون حارس. لا علم لا تعليم قد المدارس، مبنى بلا طلاب وابو من شل قالوا شل، والشعب جاوع مالكي يقول غاغا 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 غاغا.